جسور تحتفل بتدشين 3 من مشاريعها لدعم كل من جمعية رعاية الأطفال المعاقين بصحم ومركزي الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين بولايتي شناص وصحار كجزء من المسؤولية الاجتماعية. مكتب الأوقاف والشؤون الدينية بالسويق ينظم دورة تدريبية بعنوان الاتجاهات الحديثة لتنمية القدرات الإدارية والمهارات الفكرية، وتتناول عناصر تنموية للمهارات الإدارية والفكرية للموظف كمفهوم الإبداع الإداري والتفكير الإبداعي. البنك الدولي يعلق عملياته في اليمن لأسباب وصفها بالأمنية والسياسية. جاء القرار بعد مراجعة شاملة لتبعات التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مؤخراً. فولفغانغ شوبلي وزير المالية الألماني يقول إن اليونان هي بالتأكيد ليست حالة ميؤوساً منها، وأنها أظهرت في نهاية العام الفائت أداءً أفضل مما كان متصوراً في برنامجها للإنقاذ المالي. إشبيليا حامل اللقب يحسم المواجهة الإسبانية مع مواطنه فياريال بفوزه عليه 3 أهداف لهدف في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدور الأوروبي يوروبا ليج لكرة القدم.